أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الوقت الذي ترتكب فيه روسيا وإيران والنظام أفظع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء في كل من مدينة حلب وأريافها الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية، وفي ظل تجاهل دولي كبير لما يجري من مآسي في هذه المناطق، وأيضا في ظل تجاهل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني وخاصة منظمات الصحة العالمية وغيرها، وفي الوقت الذي يصعب على الكثيرين الدخول إلى مدينة حلب المحررة بسبب استهداف الطيران الروسي وقوات النظام لمعبر الكاستيلو الشريان الوحيد لمدينة حلب المحررة بالغارات الجوية والقذائف الصاروخية، يأتي إلى سوريا طبيبين مهمين من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سمز للتعاطف مع الكوادر الطبية والمدنيين في مدينة حلب المحررة. رحبوا معي بكل من الدكتور جون كلر طبيب أطفال، أيضا الدكتور زاهر السحلول طبيب عناية مشددة وأيضا طبيب أمراض صدرية. أهلا وسهلا بكم دكتور. يا أهلا فيك. طبعا لابد أن ننوه بأننا نلتقي بالدكاترة في غرفة العناية المشددة في أحد المشافي الميدانية في مدينة حلب المحررة في أعنف ليلة تعيشها حلب منذ أكثر من 60 يوما في ظل الهجوم الروسي والنظام على أحياء المدينة المحررة. دكتور، من هو الدكتور زاهر سحلول؟ أنا متخرج من سوريا من كلية الطب في دمشق، وحاليا أعمل في شيكاغو في اختصاص العناية المشددة والأمراض الصدرية، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية من 26 سنة، متزوج وعندي 3 أولاد، وأنا عضو مؤسس في الجمعية الطبية السورية الأمريكية ورئيس سابق لمدة 4 سنوات، وحاليا عضو في مجلس الإدارة في سامز. شاركت بمهمات طبية مختلفة في الأردن، في لبنان، في تركيا، في سوريا طبعا، وفي اليونان لدعم ومساعدة اللاجئين السوريين والمرضى السوريين طبعا في الداخل. وأعتقد أن مهمتي الإنسانية ومهمتي لأني سوري تخرج من هذا البلد أنه ساعد زملائي الأطباء والممرضين في سوريا بدعم العمل الطبي الإنساني الموجود في هذا البلد وفي كل مكان، وبعتقد هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه لبلدنا. دكتور جون، أتعرف عليك. عليكم السلام. من دكتور جون كلر؟ Can you introduce yourself? Who is John Kaler? Sure, my name is John Kaler and I'm a pediatrician of over 40 years practicing in Chicago, Illinois. My practice has been always with the underserved and the needy, and during that time I've traveled to do medical mission work, some very acute like Haiti and some not so acute in Latin America and other places. اسمي جان كيلر، أنا طبيب أطفال من مدينة شيكاغو، أعمل في مجال اختصاص الأطفال لمدة 40 سنة في عدة مشافي مهمة في شيكاغو، وأركز في العمل على الأطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصة في مهنتي، وشاركت في عدة مهمات طبية في أمريكا اللاتينية في دول مختلفة، وشاركت مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية في 3 مهمات طبية في الأردن في اليونان، وهي زيارتي الأولى لسوريا. تمام. دكتور جون، ما الذي أتى بكم إلى سوريا وإلى حلب بالتحديد في هذا الوقت في الذات؟ What brought you to Syria and to Aleppo now, especially that Aleppo is really a very dangerous city? Well, as an informed citizen and a physician, I've paid attention to what's been happening in Syria since the Arab Spring of 2011. In 2013, with the sarin gas and seeing the pictures of the little children laid out row by row, it really touched my heart like nothing had before. Followed up then just in April of this year when the news reported the killing of the last pediatrician in Aleppo, it made me want to come to see and to bear personal witness to what was happening there. So that's why I came this time. There are other reasons too, but I'll go into that. But the personal one was how moved I was, both by those gassings as well as the death of Dr. Moss. كطبيب أمريكي متابع لما يجري في سوريا منذ بداية الربيع العربي،
والمظاهرات في سوريا من البداية، شعرت بارتباط خاص بالشعب السوري وتابعت الأمور عن كثب. وعندما حصلت مذبحة الغوطة الكيماوية يعني شعرت بأني لازم أقدم شيء لهذا الشعب، خاصة مع صور الأطفال الذين يختنقون بسبب غاز السارين. وعندما سمعت أنه أحد أطباء الأطفال في حلب دكتور وسيم معاز قتل وهو يعمل في مشفى القدس، قررت أنه إذا كان في الاستطاعة أن أذهب إلى حلب لأشعر زملائي الأطباء أني معهم وأقدم لهم هدية باسم الشعب الأمريكي. وأعتقد أن هذا واجبي كطبيب يدرك تماما ماذا يجري في سوريا. وهناك أسباب أخرى أستطيع أن أوسع في ذكرها، بس السبب الأساسي هو إشعار الأطباء السوريين أنه أنا معهم وأنه قسم كبير من الأطباء في أمريكا أيضا معهم في هذه المحنة. طيب دكتور، السؤال لك، هل تحولت القضية السورية إلى قضية إنسانية عالمية أم أنها ما زالت، أنا أقصد في نظر المجتمع الدولي، المجتمعات المتحضرة في أمريكا وأوروبا، أم أن القضية السورية ما زالت حبيسة المستوى الإقليمي والمحلي؟ الحقيقة لاحظنا نحن في الجالية السورية الأمريكية وأيضا في المؤسسات الطبية العالمية وفي الأمم المتحدة أنه القضية السورية خاصة في السنة الأخيرة أخذت أبعاد أهم جدا من السنوات اللي مضت لأسباب مختلفة. طبعا السبب الأساسي هو حجم المأساة، يعني نتكلم عن كارثة، أكبر كارثة إنسانية يعرفها التاريخ في 50 سنة الماضية. نتحدث عن ملايين اللاجئين السوريين، 5 ملايين، 12 مليون في الداخل مهجرين من بيوتهم، نتحدث عن 13.5 مليون سوري هم بحاجة للمساعدة، 450 ألف مقتول في سوريا، 2 ملايين مجروح في سوريا. فالكارثة الإنسانية كبيرة، طبعا المناطق تحت الحصار، أطفال يموتون بسبب سوء الجوع، أوبئة تحصل بسبب الحصار وبسبب الحرب، أطباء يستهدفون، مشافي تهدم بشكل منظم وسيستماتيك مثل ما بيقولوا. فطبعا هذه الأمور كلها تدعو أنه في تعاطف كبير من شرائح كبيرة من المجتمع الغربي والمؤسسات العالمية والمؤسسات الأمم المتحدة بما فيهم طبعا الدكتور جون. هذا الشعور الإنساني بالتعاطف طبعا أحيانا نحن في سوريا لا نشعر به وإنما نحن نشعر فيه بالغرب. هناك تعاطف كبير مع الأطباء في سوريا، مع الممرضين في سوريا، مع المشافي، مع الأطفال، مع النساء الذين يعانون، مع المدنيين الذين يقصفون، مع المدنيين تحت الحصار. ولكن هذا الشعور لم يترجم حتى الآن بتغيير سياسات الدول إلى طريقة بحيث أنه تمنع المأساة من الاستمرار. وجود الدكتور جان وغيره في سوريا هو من بوادر المناصرة، وأنا أعتقد أن هذه بادرة جيدة جدا المفروض أن تترجم إلى بوادر مختلفة ممكن تؤدي في النهاية إلى التأثير على صناع القرار. طيب سأنتقل للدكتور جون. دكتور جون، يعني كيف تصف لي رحلة الدخول إلى حلب عبر الكاستيلو؟ ما الذي شاهدته؟ How can you describe to me the trip to Aleppo through the Castello Road? What did you see? Well, we traveled very fast to start with. So what I basically saw, the things that impressed me were three. One was there was a bomb that exploded while we were on the road. You could see that off in the distance, hear it and see the smoke. The second was the speed which our driver had to do in order to wiggle around to get through the crashed cars and things like that. So the road itself was dangerous. But the thing that really touched me was as we got closer to Aleppo, it was an abandoned city. There were buildings up, big buildings up, not destroyed, but up with no one in them. And it was just kind of an eerie feeling to me to be coming into this huge city, and I'm from Chicago, so I know what huge cities are like. So coming into a huge city and not seeing anyone, just seeing these bare buildings. So that was what the trip was very impressive.
طبعا الرحلة كانت متميزة، لم أرى مثل هذه الرحلة في حياتي، لم أشهد مثل هذه الرحلة، رحلة خطرة جدا. في قسم من الطريق كان السائق يسوق السيارة بسرعة كبيرة جدا، بحيث لأنه يحاول أن يتجنب أن تخصف السيارة طبعا في قسم من الطريق حوالي 2-3 كيلومتر، وكان ينعطف مع السيارة وشعرت بالخطر المحدق. أيضا رأيت أحد القنابل تنفجر خلف السيارة والدخان يتصاعد منها، وطبعا هذا الأمر بالنسبة لي ليس معتادا يعني في شيكاغو أو في المهمات الأخرى. الأمر الأخير اللي كان يعني بالنسبة للدكتور إنه لاحظوا إنه عندما بدأ بالاقتراب من مدينة حلب، ومدينة حلب مدينة كبيرة مثل شيكاغو تقريبا بنفس الحجم، وجد حارات كاملة فخالية من السكان، يعني أبنية مرتفعة قسم منها مدمر قسم منها باق، ولكن لا أحد في الشوارع مثل أفلام الرعب يعني. فعم يذكر أنه هذا أدى إلى أنه يشعر بشعور غريب جدا، أنه كأنه يدخل إلى مدينة أشباح. طيب دكتور، أنا أعلم بأنك أنت يعني زرت حلب أكثر من مرة خلال هذه الأزمة، ولكن الدكتور جون ما الذي دعاه إلى أن يصر على القدوم إلى حلب رغم تحذيره أكثر من مرة؟ وهل شاهد أثناء دخوله إلى حلب عبر معبر كاستيلو ما الذي قام باستهداف الطريق؟ هل يعلم ما الذي قام بضرب الطريق؟ He's saying that I came to Aleppo several times, so it's probably okay to me to come one more time. Mm-hmm. But for you, this is your first time. Mm-hmm. What made you come to Aleppo in spite of the warning? Mm-hmm. And do you know really who was bombing the Castello Road and who's responsible for the danger? The answer to the second part of the question. My feeling or my understanding is that the Russian Air Force and the Syrian regular Air Force are doing the bombing, and that I believe thoroughly. The reason I came this time was, as I stated initially, was because of how moved I was, but I wanted to see the destruction personally. But not just to see it, I wanted to be able, when I go back home, not being a Syrian, I think it's very important for a Western physician who doesn't have a blood tie here to come back and say, this is the devastation that's being wreaked upon the Syrian people. To be able to say it, not just from what I read or see on TV, but what I've seen with my own eyes. And it's been worse than I anticipated. The second part of it, though, was I also wanted to come and be able to stand next to my Syrian brothers and sisters in the medical profession to be able to express solidarity to them directly, to tell them that we, even though our political policies have been bad in the United States, at least from a physician standpoint, that we stand with them. And so those are the two reasons that I wanted to come now. I needed to come now for those reasons. It wasn't ever going to get in the near future, it wasn't going to get any less dangerous. So I picked now because it would be the least dangerous of all of the time. الإجابة للقسم الثاني من سؤالك، من هو المسؤول عن التفجيرات والخطورة في طريق الكاستيلو؟ أنا أعتقد هو يعتقد أنه الروس، الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري التي تقصف الطريق وتجعله خطيرا وتقتل المدنيين في الطريق. بالنسبة للسؤال الأول اللي ما الذي دعاه إلى القدوم إلى حلب؟ أمرين. الأمر الأول أنه يريد أن يرى بأعينه ماذا يحدث في حلب، لأنه سمع الكثير وقرأ عن الكثير، ولكن المعاينة مختلفة، فهو يريد أن يكون شاهدا على ما يجري في حلب حتى ينقله إلى صناع القرار في الولايات المتحدة، حتى ينقله إلى زملائه الأطباء في شيكاغو، حتى ينقله إلى الصحافة في شيكاغو، لأن المعاينة غير عن السماع وغير عن التقارير التي يقرأها، فهو يريد أن يكون شاهدا على ما يجري في حلب، على المحرقة في حلب. الأمر الثاني، السبب الثاني الذي أتاه للقدوم، أنه يريد أن يقول لأصدقائه وأخوته الأطباء السوريين والطبيبات السوريات والممرضين أن الأطباء الأمريكيين معهم قلبا وقالبا، وأنهم أيضا يشاركونهم حتى الخطورة. ورغم أن سياسة بلده، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، لا تساعد في منع المأساة في سوريا، ولكن يريد أن يقول أن شعب الأمريكي مختلف، وأن هناك أطباء
يحاولون المساعدة بقدر الإمكان حتى بالوقوف في أماكن خطرة والعبور طريق الكوستيلو والوقوف إلى جانب زملائهم في حلب. تمام. دكتور، كيف وجدتم يعني أو تقيمون الوضع الإنساني الآن في مدينة حلب بعد أكثر من 60 يوما من الهجوم المكثف بالطيران الحربي الروسي وطيران النظام، وفي ظل استهداف طريق الكاستيلو كما ذكرنا الطريق الوحيد الذي يربط حلب بالريف الشمالي والغربي، وأيضا يعني اعتبار هذا المعبر بأنه معبر صعب المرور فيه، كيف تقيمون وضع الإنساني الآن في حلب؟ طبعا يعني مقارنة بالزيارة السابقة لحلب أنا قدمت من حوالي سنة ونصف، الأمر الإنساني مختلف إلى الأسوأ حاليا. طريق الكاستيلو كان يستخدم لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية معينة أو اختصاص غير موجود في حلب. حاليا لا يتوفر هذا الأمر، يعني هنا لدينا بعض المرضى في العناية المشددة الذين الأفضل أن ينقلوا إلى تركيا، إلى مشافي في تركيا، لأن يحتاجون إلى عمليات جراحية نوعية لا يمكن أن تجرى في حلب. حاليا بعض هذه المرضى في حلب يموتون بسبب الحصار، بسبب أنه عدم القدرة على سلوك الكاستيلو رود. طبعا الحصار إذا أطبق ممكن يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، هناك حوالي 400 ألف إنسان يعيشون في هذه المنطقة في حلب، ممكن تؤدي إلى سوء تغذية، ممكن تؤدي إلى انتشار أوبئة، ممكن تؤدي إلى وقف نقل الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لإسعاف المرضى ولجرح لتطبيب الجروح والعمليات الجراحية، ممكن تؤدي إلى أمور مثل ما رأينا في مضايا ومدن أخرى في حمص ودارية، أطفال يموتون بسوء التغذية ومسنين يموتون بسبب عدم توفر الأدوية لأمراضهم المزمنة وما إلى ذلك. طبعا استهداف المشافي واستهداف الأطباء هو الأمر الثاني الملاحظ، يعني زرنا نحن في خلال الأيام الماضية 10 مشافي في هذه المنطقة في حلب، كلها استهدفت، قسم منها دمر بشكل كامل، قسم منها دمر بشكل جزئي، قسم منها في قيد أنه الانتقال إلى مشافي تحت الأرض الأقبية. يعني هذه الأمور التي صارت اعتيادية في حلب، نقل المشافي إلى تحت الأرض، هذه الأمور يعني الواحد يسمع فيها في الغرب ولا يصدقها، كيف تكون هناك مشفى تحت الأرض في القرن 21؟ كيف يمكن لأطباء وممرضين أن يعيشوا تحت الأرض لمدة أسابيع وكذا في القرن 21، رغم أن الصحافة ورغم أن التلفزيون ينشر هذه الأخبار، رغم أن هناك شهداء على ما يجري، ولكن المجتمع الدولي عاجز على أن يوقف هذه المذبحة التي تجري في حلب. طبعا بالإضافة إلى ذلك هناك أمور مبشرة بالخير، رغم الهجوم العنيف خلال الشهرين الماضيين بالقنابل العنقودية، بالقنابل الفوسفورية، بالبراميل، بالاستهداف، بالحصار، هناك إصرار عجيب من هذا الشعب البطل والأطباء الأبطال على البقاء في حلب وعلى تقديم المساعدة الطبية للناس وعلى استمرار حتى المدارس، هناك في مدارس تحت الأرض، وحتى هناك دائما في خطط للتوسع في المشافي. فما عم نلاحظ أنه هذه الأساليب الوحشية التي تؤدي إلى يعني نزوح في مناطق تانية بالعالم عم تؤدي إلى إصرار وثبات وتوسع في العمل الطبي والعمل المهني والعمل الإنساني، وهذه من الأمور المبشرة بالخير. دكتور جون كيلر، في ظل استهداف طيران روسيا والنظام لكل المشافي الموجودة في المدينة المحررة وكل المراكز الطبية الموجودة وحتى مستودعات الطبية الأدوية الطبية المهمة وخاصة أدوية التخدير اللازمة للعمليات الجراحية، ما هي الحلول والبدائل لإعادة تشغيل هذا القطاع؟ يعني علمنا من الدكتور الذي يعمل جراح في هذا المشفى أنه منذ 10 أيام كانت هناك مجزرة الحلوانية، كان هناك 13 شهيدا وأكثر من 60 جريح، 3 جراحين ومساعدين فتحوا 4 عمليات، وتوفي طفل نتيجة عدم استطاعة الكادر الطبي تأمين العناية الطبية له، ما هي الحلول والبدائل؟
The question is, when you have this shortage of doctors and nurses, and at the same time you have intensity of bombing, and you have large number of patients coming to the emergency room or the OR, he mentioned the example that we had a week ago in this hospital, an influx of many patients, and the surgeons were not able to save everyone. One child actually was, you know, died. What alternatives can be done to increase capacity to deal with the situation? Well, there, certainly to, this organization has taken wonderful steps, not so much to increase the capacity of an emergency situation, heavy flow, yeah, but certainly once they come through the emergency room in these type of settings with their virtual care, and Dr. Zhou will talk about that. The second one, with regards to increasing the needs for people on the ground, has to be a political one, meaning we can't expect doctors from outside of Syria to put their life at risk to come in. So there needs to be permission, international permission, or international permission granted to come and work in situations like this. And it's one of the things that my government can push for, can work to try to get medical humanities leave, some safe zone, hospitals protected, things that happen in all the other conflicts around the world to permit physicians who would be very willing to come in. In Haiti, after the earthquake, plane load after plane load after plane load came in. We had more people there than we conceivably needed. But that was because the only danger was another earthquake, wasn't being blown up. So the first, the answer to how to supply in the emergency rooms and situations like that is a political answer. It has to be solved in a political situation, because the doctors exist in the world that would come, no question about that. هناك أمرين ممكن إنه يركز عليهم لإدارة هذه الأزمة أو الكارثة. الأمر الأول إنه التركيز على البنى التحتية كهذه المشفى مثلاً والمشافي الأخرى المجهزة للتعامل مع مرضى اللي بصير معهم تراما مثل المرضى اللي ملاحظينهم هون. فوجود هذه المشفى في هذا المكان هو من طور التحضير للكوارث اللي عم تصير. طبعاً غير كافي هذا الأمر. الأمر الثاني اللي عم تقدمه الجمعية الطبية السورية الأمريكية اللي ذكروا اللي هو الطب الفضائي أو الوصل الفضائي بين المشافي هون وأطباء اختصاصيين في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الساتلايت انترنت، عن طريق الابليكيشنز، عدة ابليكيشنز التي تسمح للطبيب أو الممرض أو الفني في العناية المشددة هنا أو في المشافي أن يتواصل مع طبيب اختصاصي في الولايات المتحدة الأمريكية ويسأله النصيحة في أمور جراحية، في أمور طبية، في أمور استشارات. فهي تخفف من الضغط على الكادر الطبي في هذه المشافي. الأمر الأهم الذي ذكره الدكتور جان أنه في الأزمات المماثلة في العالم عادة هناك يكون قرار دولة بحماية المشافي، قرار دولة بحماية المدنيين، قرار دولة بمنع استهداف المدنيين، قرار دولة بأنه يكون في هناك ما يسمى بالممر الإنساني الآمن. هذا الأمر لم يتم في سوريا. ذكر مثال في هايتي عندما حصل الزلزال كان هناك تدفق من مئات أو آلاف الأطباء والمؤسسات الإنسانية إلى هايتي للمساعدة، وذكر أن هناك من الاحتمال آلاف الأطباء الذين يودون القدوم إلى حلب وإلى سوريا إذا توفر لهم الحماية أو الغطاء الدولي. وهذا ما يمكن أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم فيه دور الريادة بأن توفر غطاء للحماية أو ممر إنساني لهذا هؤلاء الأطباء الذين يريدون أن يقدمون إلى سوريا كالدكتور جان وغيره. طيب دكتور زاهر، في ظل هول ما ذكره الدكتور جون يعني حول فداحة ما يجري في سوريا، وفي ظل استهداف كما ذكرت كل المنشآت الطبية، مشافي، مراكز، مستوصفات، وحتى يعني مستودعات، وفي ظل استهداف مبرمج للمعدات وللكوادر الطبية من أطباء وممرضين واختصاصيين، وكما تعرف استشهاد الطبيب أبو عبد الرحمن رحمه الله طبيب الأطفال الوحيد في مشفى القدس، ما الذي يمكن أن تقدمه سامز أو غيرها من المنظمات والمؤسسات الطبية العالمية للكوادر الطبية في حلب وسوريا عموما؟
طبعا السامز والمؤسسات الثانيه الاخوات للسامز مثل اليوسم ومؤسسات اللي تمثل المغتربين السوريين، اطباء المغتربين السوريين في دول الخليج في دول اوروبيه، قامت بجهد مشكور، والحقيقه الاطباء هنا يشهدون على ذلك. والمشافي الموجوده واحدها من احد المشافي الذين نعمل هذا اللقاء فيه تشهد على الجهد الذي قدمته هذه المؤسسات. المجالات الدعم يعني ممكن انه نقسمها لعده امور. الامر الاول هو الدعم اللي ملاحظه هاي البشري، كوادر الطبيه اللي ممكن تساعد اطبائنا هنا في الداخل عن طريق القدوم وتقديم النصح والاستشارات، العمل معهم، المساعده معهم، تعلم منهم والتعلم مننا. في امر الكوارث بعتقد الاطباء السوريين والمرضين السوريين صار عندهم خبره احسن من خبرات التي ممكن نقدمها، فنحن احيانا نقدم للتعلم وليس لتقديم النصح والعلم. يعني هون الاطباء في هذه المشفى وفي المشافي في حلب الحقيقه تراكمت عندهم خبرات غير موجوده لاطباء وجراحين كثيرين في العالم. هذا امر طبعا تقديم الكوادر البشريه، تاهيل الكوادر البشريه. يعني من الامور اللي عملتها السامز انه كان عندها دورات تاهيليه للممرضين، لسائقي الاسعاف، للاطباء الجراحين، اطباء الداخليه، اطباء الطوارئ والتقدير. نعمل هذه الدورات في تركيا او في الاردن كل 3 شهور بحيث ندرب الاطباء على كيفيه التعامل مع المرضى الذين ياتون نتيجه للانفجار، كيفيه التعامل مع المرضى اللي عندهم كسور مختلفه او عندهم نزف في الداخل، كيفيه التعامل مع المرضى في الصدمه. هذه الامور كلها تساعد الاطباء على التعامل مع المرضى الصعبين والمعقدين. تقديم النصح لهم ايضا بالتاهيل في امر التشخيصي. يعني من الامور اللي عملتها الجمعيه الطبيه السوريه الامريكيه انه ساعدت الاطباء باستخدام الالترا ساوند، البورتابل الترا ساوند او الايكو في جانب السرير، بحيث انه لا يحتاج لنقل المريض من اجل اشعه معقده او كذا، وانما يمكن تشخص نزف عن طريق الايكو. وقدمنا لهم اجهزه الايكو ليقدموها. الدعم اللوجستي بحيث انه السامز قدمت تكلفته ملايين الدولارات، عشرات ملايين من الدولارات من أجهزة طبية ليست فقط لحلب وإنما لحلب ولإدلب ولحما ولدرعا ولقنيطرة، كل المناطق المحررة في داخل سوريا والمناطق المحاصرة في داخل سوريا. وعدم وجود السامز والمؤسسات الأخرى كالسيما واليوسم الحقيقة كان الأمر ممكن يكون كارثي أكبر من ذلك. بعتقد أن الأمر الأهم بالإضافة إلى الأمور اللي ذكرتها هو المناصرة. نحن صوت الأطباء والممرضين في الخارج. ما يحدث هنا يكون له صدى في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجلس الأمن، في صناع في الدولة، الدول الصانعة للقرار، في المؤسسات العالمية الإنسانية بسبب وجود السامز في الخارج وحضورها القوي في الخارج. فهذا الأمر لا يجب أن يهمل، لأنه ممكن أحياناً عن طريق كلمة توجهها في أو رسالة توجهها إلى إنسان فاعل أن تخفف الأذى عن عدد كبير من الناس. لكن كيف يمكننا أن نحل معضلة مثل أن مدينة مثل حلب فيها حوالي 400 ألف إنسان تخلو من طبيب أوعية عصبية أو قلبية؟ يعني بعض المعضلات ما لا يدرك كله لا يترك جله. حتى في الدول المتقدمة أحيانا هناك مناطق لا تخلو من أطباء مختصين أو اختصاصيين في أمور معقدة. في أمريكا حتى لا يوجد طبيب جراح عصبي في كل مدينة، خاصة المدن الصغيرة لا يوجد جهاز للرنين المغناطيسي في كل مدينة. لكن لا توجد حالات معقدة يومية ويعني متراكمة بسبب القصف والقتل والدمار الممنهج. صحيح، هذا الأمر يمكن يتلافى بعدة أمور، وهذا ممكن الأمور اللي تساعد فيها السامز وغيرها. أولا توفير معاش محترم للطبيب الاختصاصي للحضور والعيش في مدينة خطرة كحلب، بحيث أن الطبيب يدرك أنه ممكن أن يحصل على معاش جيد يضمن له على الأقل العيش بكرامة ولعائلته في مدينة كمدينة ويكافئ عمله. فهذا الأمور طبعا السامز متكفلة بمعاشات عدد كبير من الأطباء في الداخل، حوالي 1900 طبيب وممرض في الداخل السامز تتكفل بمعاشاتهم الشهرية. طبعا توفير الوقود للمشافي بحيث أن المشافي ممكن تشتغل دعم لوجستي. الأمر الثاني هو تكفيل تدبير
الأمور التي يحتاجها الطبيب. يعني إذا جبنا طبيب عصبي لها المستشفى ما فقط يحتاج إلى وجوده الفيزيائي، وإنما يحتاج إلى معدات طبية، يحتاج إلى أجهزة طبية، يحتاج إلى طبيب ممكن أن ينصحه في بعض الأمور المختلفة، يحتاج إلى جهاز لتصوير الطبق المحوري. هذه الأمور كلها ممكن أن توفرها السامز. لدينا في هذا المشفى الجهاز الوحيد لتصوير الطبق المحوري في كل مدينة حلب. وبعض المرضى هلا يحتاجوا الى صوره اليوم، ممكن انه تشرفوا على الموضوع. فوجود الاجهزه المتطوره التي توفرها السامز تساعد على استخدام الاختصاصيين. وجود طبيب ممكن يجي من امريكا حتى ولو اسبوع، يشعر الطبيب هنا ان له دعم من دوله متقدمه ويشعره. الدورات التاهيليه والتدريبيه، ليس كل طبيب مختص لديه القدره على ان يعني يتعامل مع الحالات الصعبه او المعقده التي نواجهها هنا في كل يوم، ولكن اذا وجد التدريب والتاهيل سواء في تركيا او حتى الخروج الى امريكا ويؤهل من زملائه هناك ثم يعود بما اكتسب من خبرات، هذه الامور ايضا تساعد على وجود الاختصاصيين. شكرا دكتور زاهر. عند هذا الحد نكتفي بهذا القسم الأول من هذا اللقاء مع الدكتور زاهر سحلول والدكتور جون كيلر الطبيب الأمريكي الزائر. شكرا لكم دكتور. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في القسم الثاني من هذا اللقاء الخاص مع الطبيبين الجراحين الدكتور جون كيلر والدكتور زاهر سحلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.